ساعات كتير بنحس ان مشكلتنا كبيرة وملهاش حل، وطبعا ما بنبقاش عايزين نحكي لحد نعرفه عشان ما نكبرش المشكلة. لو عايز تتكلم ومش لاقي اللي يسمعك ويحافظ على سرك، اتصل بينا واحنا هنساعدك. سعر الدقيقة في هذه المكالمة جنيه ونصف لحظات، وسنقوم بالرد عليكم حالا. الو الو، مساء الخير. مساء النور، اتعرف بيك؟ لا انا مش عايز اقول اسمي. براحتك، اقدر اساعدك في ايه؟ انا بني ادم زي اي حد، بحب امي قوي. كويس قوي، الام احلى حاجه في الدنيا، كل الناس بتحب امهاتها. ايوه بس انا مشكلتي ان كل الناس بتحب امي. انا مش فاهمه. يعني انا قصدي حضرتك انه ماما ست حلوه، ويعني علي صوتك شويه من فضلك. بقول لحضرتك في رجاله كتير بيحبوا ماما وعايزين يتجوزوها. فهمت. طب ممكن الاول تختار اي اسم عشان اعرف اتكلم معاك؟ ماشي، يعني شوفي تحبي حضرتك نقول اسم ايه. اي اسم، اي حاجه. نقول مثلا حماده. لا بلاش حماده لو سمحتي. حماده؟ ايوه يا ماما. انت بتكلم مين؟ بكلم واحد صاحبي يا ماما. طب يلا نام، الساعة بقت 2. حاضر. الو؟ ايوه يا حمادة معاك. ها تحب بقى اندهلك بايه؟ يعني ممكن مثلا ياسين او سيف مثلا. حاضر، احكي لي بقى يا سيف بالتفصيل. احنا ساكنين في منطقة شعبية، كل الناس اللي فيها شايفين ان امي ست حلوة حبتين. طول الوقت في رجالة معجبين بامي ونفسهم يتجوزوها، بيفتحوني في الموضوع دوت كأن ابوها مش ابنها. فحارتنا في عيلتين متجوزين من بعض. انا من عيلة الفار، ابويا الله يرحمه مات وانا صغير، بعدها امي اتجوزت كذا مرة. طول الوقت كنت حابس نفسي في الاوضة، لو خرجت الصالة هلاقي جوز امي، لو خرجت من البيت عيال الحته بيتريقوا عليا. احلى ايام حياتي بتبقى التلات شهور اللي بعد الطلاق، بعدها ومع اخر يوم في العده بنرجع من اول وجديد. هي الصراحه بتسيب ليا القرار، ومرات كتير كانت بترفض علشاني. أنا مش بحب أزعلها علشان هي عيانة، بس برضه مش بحب أزعل نفسي. ساعات كتير بتعرض لمواقف محرجة، يعني مثلا لما أكون ماشي جنبها ويجي شخص سافل يعاكسها كأني مش موجود أصلا. أوقات كتير ببقى عايز أفضفض علشان أستريح، بس للأسف محدش بيسمعني، كلهم بيكلموني في حاجة واحدة بس، حاجة بايخة، إن كل الناس يبقوا عايزين ماما. ساعات كتير حضرتك كانت بتجيلي كوابيس وحشة قوي. بص يا سيف، هقول لك حاجة، لازم تعرف إن الحب ده الدنيا. ماشي بس حضرتك دي ماما، ها؟ مش بنت صغيرة يعني. الحب ملوش سن، إحنا ممكن نحب ونتحب لآخر لحظة في عمرنا. هسألك سؤال، أنت بتحب؟ أيوة. بتحب مين؟ أنا بحب واحدة معايا في الشغل. هو ده الكلام. طب قولي بقى، هتعمل إيه بكرة لحبيبتك في عيد الحب؟ مش هعمل لها حاجة طبعا، لأنه هي أصلا ما تعرفش إنه أنا بحبها. ليه يا حماد؟ قصدي يا سيف. علشان ما أقدرش أقول لها إني بحبها. أنت لازم تصارحها بمشاعرك، لازم بكرة تديها وردة وتبص في عينيها وتقول لها أنا بحبك. طيب هي هتقول إيه لما أنا أعمل كده؟ هتفرح طبعا. طيب بص، أنا هقولك على حاجة تعملها تخلي أي بنت تقع في حبك.
لما تشوفها بكرة تبص في عينيها. عفوا، الرجاء شحن الرصيد وإعادة المحاولة. الحب هو أسمى شيء في الوجود. كل واحد فينا بيعبر عن حبه بالشكل اللي هو عاوزه. في مننا اللي بيعبر بوردة، وفي مننا اللي ممكن يعبر بهدية، بس في النهاية كلنا بنحب بعض، بنحب بدون مصالح. ولأن الحب هو أسمى شيء في الوجود، فمن غير الحب محدش هيقدر يعيش. صباح الخير يا مصطفى. مادة فلوس ناقصة يا جماعة في العربية، في حد ما دفعش في العربية؟ كله دفع، أنا بس اللي ما دفعت. وكل يوم خلاص خلاص خلاص، مفيش حاجة مفيش حاجة. يلا 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 يلا. اسمها ايه؟ اسمها هيم. وتحب تقول لها ايه يا طارق؟ احب اقول لها اني بحبك وانت اجمل حاجه حصلت لي في حياتي. الله، جميل يا طارق. ويا ريت كل واحد فينا النهارده يعمل زي طارق ويقول للي بيحبه. الشوارع رايقة اهي، امال بس الناس عمالة تشتكي أزمة مرور أزمة مرور. ها؟ فعلا يا فندم. ورجعنا لكم تاني. النهاردة أي حد عايز يقول لحبيبه أنا بحبك يتصل بينا ويقوله على الهواء. اعترافك بالحب هو أحلى هدية ممكن تقدمها لحبيبك. ونرجع تاني لخازن الساحل. افتح الباب يا ابني. ابدأ الإشارة. صباح الخير يا ممدوح. صباح الخير يا عم احمد. صباح الخير. صباح الخير معاليك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. سنة وانتم طيبين. ومعاليك طيب يا باشا. هابي فالنتاين دي يا باشا. امال فين اللي هو خطاب؟ لسه ما وصلش ساعتك.
ما وصلش؟ اتصل بيها ممدوح، لو لقيته في البيت قول له عباس بيقول لك خليك في بيتكم. امر معاليك. بقول لكم ايه، انا مش عاوز حد يعكنن عليا النهارده. لا ان شاء الله مش هيحصل حاجه. ساعه ألف مبروك سعادتك للهانم الصغيرة. الله يبارك فيك يا يحيى، عقبال أولادكم جميعا. تتأخروش النهاردة بقى أنتوا والمدامات بتاعتكم. ها حضور 7 بالدقيقة يا فندم. أهو بالمرة تبقوا فسحتوهم في الفالنتاين. صحيح، أنتوا بتجيبوا هدايا وورود لزوجاتكم في عيد الحب ولا لا؟ طبعا يا فندم بنجيب. لازم ضروري، لازم نشكرهم وندلعهم كمان. ومناسبة عيد الحب بقى طلعت، عاوز مباحث الأدب تخف شوية. يعني واد بيخطف له بوسة على الماشي كده، عدوها، مش عايزين نعكلن على الشباب النهاردة. وانت كمان يا فوزي، مباحث المخدرات، واد لفف له سجارة تعدي برضو. ها ما هو أصله هيضرب مخدرات ليه؟ مش لاقي حد يبوسه. دول اللي بيسموه مستناجل يا فندم. بس النهاردة بس. تمام يا فندم. وانت يا شاوي بتجيب ورد للمدام؟ ايوه يا فندم، وشوكولاته كمان. اوعى تكون بتجيب دباديب يا شاوي. شفتك يا حماده. شفت ايه؟ شفتك وانت بتحط الوردة على مكتب البيت رانيا. ماشي يا عم الرومانسي، دي وردة عيد الحب دي صح؟ صلاح لو سمحت انا مش عايز حد ياخد باله من الموضوع ده. لا ما تخافش، ما حدش هياخد باله ولا اي حد. يا عم انت خايف كده ليه؟ بقالك سنتين بتحبها وهي ولا شايفاك اصلا. طب اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ قول لها صارحها، اقطع عرقه وسيح دمه. مش خايف وقت من الصحفيين ياخدها منك؟ يا لولا انا صاحيه من الساعه 6 الصبح. Je ne sais pas comment je tiendrai le coup jusqu'au soir. Perfect. انا ايه ده، انا جيت التون دي شوز افير. اوكي جود. And what is this? This is the seafood man. We'll have it cooked and ready to serve fresh in time. Okay. But let's frying please. Yes ma'am. هاي يا لولا. Oui. Tu merci, ne fais pas froid. النهاردة كويس. ايه الأخبار يا شيرين؟ هاي مدام. يا حبيبتي أنا حسيبك دلوقتي، اوعوا تتأخروا. ساتر شارل. تشاو. تفضل مدام نوريك السنتر. بيرفكت يا شيرين، بيرفكت. بس أنا خايفة الحاجات دي على بالليل يجي عليها تراب. نو ما تقلقش مدام، دون 10 مينوت قبل الحفلة كل شيء طفي. هلو ماري. هاي جيرلز. هلو سويتيز. اي مازن هابي فالنتاينز. عقبالكم يا بنات، يلا تعالوا الفيري مستنياكوا فوق. اوكي. مدام توني بيقول لك بتحبي تعملي مساج، على ولا استنى شوي. اوبس نسيت حاجه مهمه قوي. اي هاف تو تكست ا فيري امبورتنت مسج. قول له استناني فوق. جايته. اوكي مدام. باقي المنافس هتكون معطله بكماين عشان نضمن نظافه المنطقه المحيطه تماما. مع وجود قوات بزي مدني بتشكل كردون في دايره نص قطرها 2 كيلو. ده مهم جدا، مش عاوز اي صحفي او مصور يهوى بناحية البيت. انا عامل الحفلة مخصوص في بيتي عشان كده.
احنا نمنع دخول الموبايلات نهائي عشان نسيطر على موضوع التصوير ده. صعب قوي يا سياده اللواء، مش معقول هقول لسفير ولا وزير هو ومراته سيبوا الموبايلات بتاعتكم بره، انا مش قلقان من دول، القلق كله من الفضوليين. اللي صحيح عملته ايه في موضوع المطربه اللي اسمها رولا؟ هي فعلا كانت ممنوعه من دخول البلاد باوامر من سعادتك، واحنا وقفنا القرار ده لمده 48 ساعه. طيارتها هتوصل الساعه 1:15، وفي مندوب من عندنا هيستقبلها على باب الطياره حسب توجيهات جنابك. اكتر حاجه قلقاني تكدس عربيات الساده المدعوين. لا اطمن خالص سعادتك يا فندم، احنا عملنا في المنطقه دي ساحه انتظار بتسعى ل 700 سياره. هنا تمام سعادتك يا فندم. امال ايه ده؟ ده مكان مولد الكهرباء وعربيه الاسعاف. وده ده مكان كرفان عمرو دياب سعادتك. وده كرفان مين؟ لا سعادتك ده البسين. بسين؟ وانا هعرف ازاي يا يحيى؟ ما تلونوه ازرق. اسفين يا فندم، البسين ازرق والشجر اخضر، معروفه يعني. فعلا يا فندم. Sweetheart. Not good at all, Mom. ايه بس يا حبيبتي؟ حصل ايه؟ It's boring. I thought I would wake up today على حاجة تحسسني ان خطوبتي النهاردة. حاجة زي ايه بس يا قمر؟ حاجة زي اللي بيعملوها للعروسة يوم خطوبتها. حاجة زي زغروطة. Mom, have you ever heard about زغروطة؟ اجيب لك زغروطة منين بس؟ انتوا يا بنات تعرفوا زغرته؟ Mommy, come on, no way. طب وانتوا؟ معلش مدام، انا مش عارف. طب اعمل ايه انا بس دلوقتي؟ كل اللي في الفيلا في البنيات وعساكر، مفيش حد يعرف يزغرط. مفيش عندكم على الايتيونز زغروطه؟ او مام فورجيت اباوت ات بليز، وود يو ليف مي الون ناو وذ ماي فريندز؟ طب استني، ما بقاش ماضي بنت حيان بيك الزغبي لو ما جبتلكيش زغروطه دلوقتي حالا. هتكلمي مين؟ ده الطاف. توفي. هو از توفي؟ شي واز ماي ناني وين اي واز ا بيبي. على ورق الفل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو، ازيك يا استاذ معفي؟ وازي ست بيري؟ معقول؟ ايه الخبر الحلو ده؟ طبعا حاجالها. لا لا لا، عربية اللي تبعتيها ملوش لزوم. طيب خلاص اللي تشوفيه. سلامة يا حبيبتي. تاكسي وصاحب التاكسي تحت امرك يا ام حماده. ان شاء الله تعيش يا استاذ سيد. طب يعني ايه صحتك تركب مع الغريب وانا موجود؟ شايلك العزه يا سيد. ايه ما خلاص يا سيد كفايه، البويه هتطلع في ايدك يا حبيبي. اني سامع صوت زغروطه، ودي بشره خير. عقبال يا رب كده اما زغرت لاولادك يا رفاعي. طب ما تيجي يا ست الكل نكمل الفرح، والنهارده عيد المحبه، واجيب الليل واجيب معايا الشيخ فتحي المأذون. مش هيرضى يجي معاك يا رفاعي. ليه بس؟ عشان الشيخ فتحي فتحني في نفس الموضوع، عايز يجي بالليل ويجيب المأذون معاه. واقف كده ليه يا معلم رفاعي؟ لا ولا حاجه. طب ما تروح تقعد على قهوتك عشان الخشونه اللي في الركب. لا ما خلاص، ما انا نعمت يا حبيبي. ايه يا راجل؟ واقف عندك ليه يا حاج؟ ها؟ لا مفيش حاجة يا أبو سمير، أنا طالع أهو طالع. إحنا بنعيش عشان نحب ونتحب. أنت لازم تصارحها بمشاعرك، لازم بكرة تديها وردة وتبص في عينيها وتقول لها أنا بحبك.
أيوة يا ماما أيوة. إيه يا حبيب مال صوتك؟ لا يا حبيبتي أنا كويس كويس مفيش حاجة. طب اسمع، أنا خرجت رايحة مشوار. مشوار؟ مشوار إيه يا ماما بس اللي أنت رايحاه ده؟ هو أنا قبل كده مش قلتلك 100 مرة يا ماما أي حاجة أنت عايزاها أنا هجيبها لك، بس ما تخرجيش من البيت. حصل ولا ما حصلش؟ مشوار إيه بقى اللي أنت رايحاه؟ مشوار مهم مش هينفع أقول لك عليه دلوقتي، حاجة بتضايقك بس معلش يا حبيبي لما أرجع هشرح لك. في رز وبامية وصدر فرخة في التلاجة، سخن وكل، ولو اتأخرت اقفع نفسك بالمفتاح ونام. ليه أنت راجعة إمتى؟ هتأخر يا حماد هتأخر، خلي بالك من نفسك. سلام. علي الصوت بقى يا عم. ازيك يا حبيبتي وحشتيني. ان شاء الله ما تشوفي وحش. ايه مالك؟ كيف النبايه السمافي بين الصدر على طلع السلالم، امال فين عروستنا الحلوه؟ تعالي معايا. الف 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 مبروك يا نور عين. ثانكس توفي، كبرتي وبقيتي عروسه. ليه كده بس يا الطاف؟ ليه كده؟ احنا مش عايزين عياط، احنا عايزين زغريته بس. يلا يلا زغرتي زغرتي. هو انا هزغرط لها بس؟ ده انا هزغرط لها وابخرها وارقيها وارقص لها كمان. او ماي جاد، هترقصي يا توفي؟ طبعا يا حبيبتي، ده انا كنت نادراها ارقص لك يوم فرحي. يلا يا بنات مزيكا. يلا يلا. الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، ده الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، الواد بيقول الاخ اه مش لاقي حد معاه، الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه. ناسي يا ام العروسه والله. هابي فالنتاين. فالنتاين ايه بس يا عباس؟ الحقني انا في مصيبه، الطاف ماتت عندنا في البيت. ايه؟ الطاف ماتت عندنا في البيت؟ وايه اللي جاب الطاف عندنا في البيت النهارده؟ كان بترقص مع بيري وصاحبتها في الاوضه، فجاه طبت وقعت ميته. بقول لك ايه اللي جاب الطاف عندنا في البيت النهارده؟ بيري كانت عايزه تسمع زغروته في البيت يوم خطوبتها، عايزه تفرح يعني. قلت اجيب لها الست الطاف تزغرط لها شويه. جايبها تزغرط؟ جايبالي واحدة تموت في بيتي يوم؟ هو ده يوم تحضره الست زفتة؟ انت اتهبلتي في عقلك ولا ايه؟ بس what's your language؟ هو انا كنت اعرف انها هتموت يعني؟ اقول اللي حصل بقى اتصرف. وانت تعملي كل مصيبة والتانية وتقولي لي اتصرف. عباس ما تزعليش، ما تبوظيش اعصابي اكتر ما هي بايظة. انا وبنتك واقفين قدام جثة. عندك حاجة تعملها ولا اتصرف انا؟ مرفت، انت متأكدة انها ماتت؟ ايوه. لا استنى. أيوة يا عباس ماتت، مفيش أي صوت طالع عندها من أي حد. مش يمكن تكون مسرقة؟ مسرقة؟ اسمها مسرقة؟ لا مش مسرقة، ماتت يا عباس. يعني أتصرف إزاي أنا دلوقتي؟ ألغي حفلة بالمعازيم عشان الست هبابة ماتت؟ لا طبعا تلغي إيه؟ No way! Mom, what the fuck is going on? Perry, out. كلكم out. ما تقلقوش يا بنات. Everything's gonna be okay. هاي يا عباس هتعمل ايه؟ هتبعت تجيب حد ياخدها؟ حد مين؟ وراش عرفني، حد من قرايبك. مين يعني؟ جرى ايه يا عباس؟ هو مين فينا يعرف قرايب الطاف؟ انا ولا انت؟ مرفت اسمعيني كويس. ما تقوليش مرفت. حاضر
مافي اسمعيني كويس، غطيها بملاية واقفلي عليها باب الأوضة بالمفتاح، ما تخليش حد يدخل ولا يخرج، واكتمي على الخبر خالص لغاية لما تصرف، وكل حاجة تمشي زي ما هي. أنا جاية حالا. عبرت سعيد عبد الجليل رئيس الأهرام. أنت بتستعبطي على فكرة. لا بتستعبطي عشان أنا آخر مرة قلت استني استني، ده في مكالمة مهمة باين، ما تقفليش خليكي معايا. ايوه ازيك يا سعيد بيه، انا عباس. اهلا وسهلا، كنت عاوزك في موضوع مهم. اؤمر. كان في ولد بعتهولك اسمه حاجة عبد ربه الفار عشان تشغله عندك من مدة. عباس مين وعبد ربه الفار مين؟ انت مين يا استاذ؟ انا وزير الداخلية. عباس باشا انا اسف، معليك النمرة ما ظهرتش عندي. خلاص خلاص حصل خير. عموما سعادتك نورت التليفون، ألف مبروك للهنم الصغيرة. الله يبارك فيك. أؤمر معليك. شوف لي موضوع الولد اللي بقولك عليه. اسمه إيه سعادتك؟ اسمه حاجة عبد ربه الفار، مش فاكر اسمه الأولاني. كنت بعتهولك من سنتين تشوف له شغلانة عندك. معاد بلوم على ما أذكر حاجة برضو كده مش عارف إيه هي. أيوة افتكرت افتكرت. كان اسمه مش مهم مش مهم، المهم إنك افتكرت. آه طبعا افتكرته. طب اسمعني كويس يا سعيد بيه، تبعت تجيب الولد ده حالا، انا محتاجه في امر ضروري جدا جدا، وتكلمني وهو جنبك على الموبايل بتاعي. ايوه بس نمر التليفون سعادتك ما ظهرتش عندي. عارف، اكتب. ايوه 1. لحظات يا فندم وخليه يكلم سعادتك. مع السلامه. في حفظ الله. في حفظ الاتين تقريبا كان عباس باشا القط بعت لنا واحد عشان يشتغل معانا، كان اسمه حاجة عبد ربه الفار. أيوة أظن كان معاد بلوم حاجة، وسيادتك قلت شوفوا له حاجة يعني يشتغل صح؟ أظن عيناه خدمات معونة بعقد مؤقت. الحمد لله، الوزير لسه قافل معايا السكة دلوقتي، عايزني أجيب الولد هنا لغاية مكتبي عشان يكلمه. مش دي فيها حاجة غريبة شوية؟ يكونش عصفورة؟ يعني ايه؟ عينت اللي بيراقبني بإيديا؟ نشوة. أيوة يا فندم. ابعتي هاتيه فورا. حاضر يا فندم. بسرعة بس بالراحة. يا خبت انت طلعت خواف قوي يا جدع، الواد أخدها منك؟ أنا مش خواف، أنا بس حظي وحش. لا أنت جبان. قلت لك ما تقولش جبان دي يا صلاح. لا أنت جبان. لا مش جبان. لا جبان وما عندكش ذرة شجاعة، وأقل واحد هنا في الجرنان يسكك على قفاك. أنا مش جبان يا صلاح ومش بخاف من أي حد في الجرنان ده. بس اسكت وطي صوتك ما توديناش في داهية، الإدارة بتزرع وسطينا عصافير تتشال يا ريح حلو. قلت لك يا صلاح أنا مش بخاف من أي حد ولا حتى رئيس مجلس الإدارة نفسه 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 نفسه, نفسه. أنت حمادة الفار؟ أيوة. ده أنا قالب عليك الدنيا، السيد رئيس مجلس الإدارة عايزك. عايزني أنا؟ أيوة. يلا بسرعة بس بالراحة. طب معلش أنا آسف آخر مرة والله، هقول لحضرتك على حاجة بس يا فندم. أنا والله العظيم حاضر. حمادة الفار تعالى ورايا. حمادة الفار تعالى ورايا. الأستاذ حمادة عبد ربه الفار، خدمات معاونة، الدور الرابع. يا فندم أنا عمري ما جبت سيرة سعادتك بأي كلمة وحشة أبدا والله العظيم ثلاثة أبدا. أتمنى إن ده يكون حقيقي يا أستاذ حمادة. يا فندم بس هو ساعات الواحد بتطلع منه كلمات هو مش بيبقى قصدها أبدا. عندك حق والله، إنما ربنا أدرى بالقلوب، هنعمل إيه بقى؟ الغلطة كفورة. مالك يا أستاذ حميد؟ تفضل استريح. تفضل. نشوى لو سمحتي. أيوة يا فندم. سيبينا لوحدنا.
ومش عايز اي تليفونات، وبعت لنا 2 ليمون. تحت امر سعادتك. خير يا حماده؟ في حاجه مضايقاك؟ كان نفسي اكمل هنا وافضل اخدم معاكم. ما تعرفش مين اللي هيمسك مكانك. انا ما مسكتش حاجه. شيش كده خالص. سيجار؟ لا شكرا، انا مش بستعمل الحاجات دي ابدا. انا هتصل لك دلوقتي بعباس باشا القط، كان عايز يكلم سعادتك. عباس باشا القط عايز يكلمني انا؟ ليه؟ ما عنديش علم. هو يقول لك الو. ايوه معالي الوزير، انا معايا حماده بي عبد ربه. ايوه الو. ركز معايا يا حماده، عندي خبر مش كويس يا حبيبي. الحاجة ألطاف والدتك توفت عندي في البيت من شوية، الباقية في حياتي. ماما يا حبيبتي، يا ماما يا حبيبتي، يا ماما. تماسك يا ابني، تماسك يا تماسك، شد حيلك، شد حمادة، شد حيلك، الأعمار بيد الله وانت عارف كويس. يا حبيبتي يا ماما، أنا بعت لك عربية تجيبك وهستناك عندي في البيت. يا حبيبتي يا ماما، يا حبيبتي يا ماما. أيوة سعادة الباشا. قفل. إزاي فجأة كده؟ مالها ماما حماده؟ ماما يا أستاذ سعيد تعيش أنت فجأة؟ بقى في حياتك يا ابني، شد حيلك أمام، أنت شاب مؤمن. يا حبيبتي يا ماما. نشوى يا حبيبتي يا ماما، تعاليلي بسرعة عشان هنكتب نعم. يا حبيبتي يا ماما، اعتبر نفسك في أجازة مفتوحة، يعني ترجع الشغل وقت ما أنت عايز. خد اشرب يا حبيبي، خد. خير يا فندم. استاذ حماده والدته تعيش انت. ايه ده؟ البقاء لله. يتصرف له اعانه 2000 جنيه وينزل نعي باسم المؤسسه الطبعه الجايه. تعال تعال يا حبيبي، تعال. لا حول ولا قوه الا بالله. ماما ماما. قول لي يا حماده، هي والدتك اسمها ايه؟ اكتبي يا نشوى. اسمها الطاف حسنين. حسنين بالالف. اسمها بالكامل الطاف حسنين ايه؟ لا يا فندم متشكر جدا، ملوش لازمه النعي كده كويس. ما هو لازم نعمل الواجب يا ابني. اسمها الطاف حسنين ايه؟ ها؟ حسنين ال قول يا حبيبي. ها؟ القط. هو انت ومعالي الوزير قرايب؟ قول يا حماده. ده انا كده يا ابني عرفت والاصول اني اعمل الواجب. امي الله يرحمها بنت عم معالي الوزير. ده كلام يا حماده، ودي حاجه تخبيها علينا برضو. انا ليا عتاب معاك بس ده مش وقت. اصل هو كان محرج علينا سعادتك انه ما حدش يجيب سيره الموضوع دوت لاي بني ادم. طبعا راجل محترم ما بيستغلش نفوذه ومش عايز حد من اهله يستفيد من منصبه. ما انا لو عرفت انك قريب عباس باشا كنت عينتك مدير تحرير. بجد؟ انت مش بتعرف تقرا وتكتب؟ عشان انا خلاص داخل على البيت. طب اهدي، انا طالع اهو. بابي اهلا يا بير يا حبيبتي. شفت اللي حصل يا بابي؟ حبيبه بابي ما تقلقيش ما تقلقيش. طمني يا عباس، عملت ايه؟ بعدت اجيب ابنها، كلها نص ساعه والحكايه تخلص. امال هي فين دلوقتي؟ شوفي قصدي الجثه، تعالى عندي جوه، تعالى ما وريها. لا يا حبيبتي لا لا لا، مش عايز، مش انا مش قايل لك اقفلي عليها بالمفتاح؟ طب خد شوف كده الفيديو ده. مين اللي صور بتاعنا؟ دي دانا صاحبتي. تمسحيه فورا، انتوا كلكم تمسحوه، فاهمه؟ وما تجيبوش سيره لحد. اوكي داد، بت ناو اي هاف ا جوست ان ماي روم. يعني بتقول لك بقى في عفريت في اوضتها.
فاهم فاهم. بعدين جوزتي يعني شبح. ما تخافيش يا حبيبتي، ده بيت وزير الداخلية، العفاريت تخاف تقرب له. روحي انت شوفي شغلك. ايه يا عباس انت هتقعد لي؟ الوقت بيجري، ابنها هيجي امتى؟ ما قلت لك جاي في السكة، ما تقلقيش. ايه ده؟ يوصلوا السماعات يا عباس. اه السماعات. ايه ده؟ انت هتصاحبني؟ برضه مش بيرد. اكيد مشغول في اجراءات الدفن. او جايز مشغول في الحفلة. طيب احنا كنا بعتنا ورد باسم سعادتك زمانه في السكة، نعمل ايه؟ مش عارف. ولو حضرتك عايز الناس تلحق تنشر نعي في اول طبعة بكرة لازم نبتدي نبلغ دلوقتي. ايوه مش لما اعرف الاول ان كان فرح ولا عزا ابعت ورد ولا نزل نعي. لو فرح وانا عملت نعي وبلغت المسؤولين هتبقى مصيبة، ولو عزا وانا تجاهلت الموضوع كله رغم علمي بيه وكمان بعت ورد، لا 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 هتبقى المصيبة اكبر. انا مش عايز اغلط يا فندم. ده اتصل بيك بنفسه عشان يلاقي واحد من قرايبه يبلغه. معقول هيعمل حفلة وبنت عمه لسه ميتة؟ ومعقولة حفلة بنته اللي عزم فيها نص كبارات البلد يلغيها عشان الست الطاف ام حمادة الفار ماتت؟ لا 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 انا مش هعمل حاجة من نفسي، انا هكلمهم في الوزارة وهم يقولولي. اه دي الغلطة. استنوني يا سامي. وقف اللي تعلق، وقف كل حاجة، اثبت وقف مكانك. اثبت 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 اثبت. نتصرف. انت حماده ابن الحاج الطاف؟ اه. ازيك يا حماده؟ اخر مره شفتك فيها كنت قد كده. ايه من 20 سنه؟ جاز اكتر. كبرت اهو بقيت راجل ما شاء الله. شوف الايام بتجري ازاي. بس انت مش واخد حاجه خالص من عيله القط. طلعت شبه ابوك. فار حتى شكلك ملخبط زيه. يا كل واحد بياخد نصيبه يا ابني. ازيك يا حماده؟ انت مكشر ليه يا ابني؟ بس اه البقاء لله يا ابني، بقى في حياتك يا حبيبي. الحاجه الطاف كانت غاليه علينا قوي. يعني هي ماتت بجد؟ ايوه يا ابني، يعني هكون عامل فيك مقلب. طب وهي ماتت ازاي؟ قدر يا ابني، هو الموت فيه ازاي؟ ما تتكلمي يا مدام. عباس عايزك ثانية واحدة. هي ايه حكاية؟ ها؟ يلا اهو كل واحد بياخد نصيبه. قصدك ايه يا عباس؟ يا مرفت بواسي الواد بالطريقة اللي هو يفهمها. وبعدين هو الموت مش اسمه نصيب. نصيبها كده. مامتك كانت مبسوطة وفرحانة وبترقص. وفجأة وقعت ميتة. ولعلمك يا ابني دي أحسن موتة، ماتت وهي فرحانة. بس النهاردة بقى لأجل الحظ شبكة أختك بيري. أختي بيري مين؟ بريهان بنتي. وطبعا كنا عاملين لها حفلة في البيت كده على الضيق عشان نفرحها هي وأصحابها. وأنت عارف يا حمادة الحاجة ألطاف هي اللي مربية بيري وكانت بتحبها زي بنتها بالظبط. وكانت تتمنى لها كل خير. إحنا عايزينك تقدر الموقف. أيوة يعني أقدر الموقف أعمل إيه يعني؟ مش فاهم. اسمع يا حمادة، تعال أقول لك. المثل بيقول يا ابني الحي أبقى من الميت. أنا متكفل بكل المصاريف. أنت دلوقتي هتاخد المرحومة وتروح بيها على البيت عشان الأصول إنها تطلع من بيتها يا حبيبي، بس كل الإجراءات هتتعمل هناك. وأنا بإذن الله هاجي بكرة أحضر العزاء. يا باشا إحنا آسفين إن إحنا أحرجناك. هي أكيد ما كانتش تقصد تموت هنا. سلموني أمي بس وأنا هتصرف. أنا هدفن بس. ملوش لازمة العزاء. بس يا ريت لو حضرتك توصي علينا عشان نطلع تصريح الدفن بسرعة. بس ما تدفنش النهاردة. التصريح هيجي لك بكرة الساعة 8 الصبح وتدفن بعد صلاة الجمعة. امسك نفسك يا حبيبي، امسك نفسك، امسك نفسك. الموت علينا حق يا حبيبي.
خلي دول معاك. لا مستورة عباس باشا، مستورة الحمد لله. لا عيب، ما تقولش خالك عباس. لا مستورة. طيب انا متشكر جدا، انا اروح طيب اجيب عربية تحت الطلب لا 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 تحت الطلب ليه يا حبيبي؟ لا ده حتى يبقى فال وحش حد ياخد باله، مش شايف المغة اللي احنا فيها. طب اعمل ايه؟ طيب مش فاهم. خلاص انا وضبت كل حاجة، بتحلق. تعال تعال اركب العربية دي هنا. يلا. المستشفى على طول، قول له ما يشغلش السرينة. اطلع على طول، مع السلامة. خير بإذن الله، ابقوا طمنونا. زغروطة يا مرفت، معلش بقى يا عطلة والسلام. يا ساتر يا خبر، فاضل 5 ساعات والناس تيجي. اشتغل يا ابني. يعني مرة ما تتصرفيش من دماغك أبدا. خلاص بقى يا عباس، انسى بقى، دي كانت عينه راحت لحالها. حاول تنام شوية، هصحيك الساعة 4 عشان تبدأ تجهز. مين هيجيله نوم بعد التوتر ده؟ لا 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 لا، أنا هاخد الموبايل منك علشان تعرف تنام. مش حاسس إن هيجيلي نوم. معلش يا حبيبي، حاول. هحاول. حضرتك أنا بقالي ساعة بحاول أتصل بأي حد في الوزارة. طيب فين سامح بيه؟ في سؤال مهم جدا لا يتحمل أي تأجيل. شكرا. ها قالوا إيه؟ مش قادر أوصل لأي رد. طيب أوكي، مع السلامة. أنا بعت ولد صحفي من عندنا يقرب من الفيلا ويحاول يعرف أي حاجة. الدنيا ساكتة خالص، لا مزيكا ولا قرآن. طيب الوقت بيجري يا فندم، لازم قرار. أعطل الطبعة الأولى؟ مش عايز اغلط. طب انا عندي فكره. ايه؟ احنا نمسك العصايه من الوسط، نلغي النعي بتاعنا عشان ما تمسكش علينا اي حاجه، وفي نفس الوقت انت تبلغ المسؤولين بالمعلومه وهم بقى يتصرفوا مع بعض. ساعتها اللي عايز ينشر نعي احنا تحت امره، مش هنقول لا. وبالطريقه دي مفيش اي حد يقدر يلوم عليك. التليفون ما بطلش رن من ساعة انت ما نمت، بس انا ما رضيتش اصحيك، في ايه؟ ايه يا دكتور؟ حاضر. انا سبت الرئيس. حياتك الباقية يا فندم. أزمة قلبية. شكرين يا سيادة الرئيس، ربنا يخلي سعادتك لينا. مين اللي مات يا عباس؟ انت عمي. بحسوك في ألطف؟ هم عرفوا ازاي؟ مش عارف، اديلي هدوم. انت نازل؟ والحفلة؟ هشوف واقول لك. ايوه يا اخي، انا جاي المكتب دلوقتي حالا، اسمعني كويس. انا نمت ساعتين، صحيت لقيت الناس بتعزيني. عاوز اعرف ايه اللي حصل في البلد في الساعتين دول. الخبر اتسرب عن طريق مكالمات تليفونيه تمت ما بين الساعه 3 والساعه 4 سعادتك. مين يا يحيى؟ سعيد عبد الجليل يا فندم. انا توقعت كده برضه. شغل يا ابني. دي السيجاره يا ممدوح. الو. اي
ايوه يا فندم، ازاي معاليك؟ اهلا يا سعيد بيه، ازاي؟ معلش ازعجت معاليك، بس في خبر ليك واجب عليا ابلغ سيادتك بيه. ايه خير؟ بنت عم عباس باشا القط توفت النهارده الظهر. ياه، يوم شبكت بنته؟ ايه الحظ ده؟ ده موقف صعب. طيب هو عامل ايه يعني؟ ايه موقفه؟ الحقيقه هو كلمني وكان متاثر جدا وصوته حزين. متاثر يا كلب؟ وواضح ان المرحومه كانت عزيزه عليه قوي. اه لا، يبقى كده اكيد هياجل الحفل. بس انا قلت له يا عباس فكر شويه. بكلمك عيط على صدرك انا. مش عامل فيها صاحبي. ده انا هفرمه. 22 مكالمه في اقل من ساعه، وطبعا اللي بيعرف بيبلغ الباقيين. معاليك محبوب قوي يا جنب الوزير، وبكل حب جامل سعادتك. جاملني ايه بس يا يحيى؟ انا في ورطه كبيره. الو، عملت ايه يا عباس؟ لسه معرفش. يعني ايه لسه معرفتش؟ عباس انا مش ناقصه تبع صبر انك عرفت ليه؟ لسه معرفتش. مش معرفتش ليه؟ كل حاجه هتقول لي معرفتش. طيب حاضر. لما اعرف اقدر احل المشكله. اقفلي دلوقتي. عباس حاضر حاضر. اتفضلوا انتوا دلوقتي. استنى انت يا يحيى، عايزك. ممدوح، اتصل لي بسامي عبد العال، قول له عباس القط عاوزك حالا، وابعت له عربيه تجيبه. يلا. كلمني وهو متأثر. انا عاوز ملف الكلب ده يجيني هنا دلوقتي. اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. متشكر. اتفضل. السلام عليكم. فجأة كده كانت بتضحك ومنورة الدنيا، صاحية زي الفل. سبحان من له الدوام. في الجنة ونعيمها إن شاء الله. الله يرحمك يا ست ألطاف، كانت جماليلها مغرقة الحارة كلها. أنا ما انساش أبدا يوم الواد سمير ابني ما جات له حمى وفضلت سهرانة جنبه ليلتين من غير نوم تعمل له كمادات. دي كانت لما تشوف الحال واقف في الدكان تدور على أي حاجة وتقول لي يا بكر تعالى صلحها. فاكرين قضية القهوة والغرامة؟ أصرت تعمل لي جمعية وقبضتني يعني أول اسم. الله يرحمه يا سنية. فصيلة. ده إيه في حياتك يا حمادة؟ الباقي في حياتك يا حمادة. رانيا ازيك؟ ازيك يا حمادة؟ يعني متشكر. متشكر. اتفضل قاعد ضيوفك يا حمادة. يلا رجالة اتفضلوا. اهلا وسهلا. يعني ما ايه اللي جابكم؟ يعني مش لا يعني قصدي انت كويس يا حمادة؟ ملوش لزوم، متشكرين جدا. ايه؟ انت كويس؟ الحمد لله. يعني الحمد لله، بس يعني مش عارف الظروف بقى واللي حصل، ف مش عارف. واضح ان مامتك كانت ست طيبه قوي والناس كلها بتحبها. كان نفسي فعلا اتعرف عليها. معلش، المره الجايه ان شاء الله. الباقي في حياتك يا حماده. انا مش فاهم ايه الحكمه من كده. ليه هو يبعت التصريح الصبح؟ ما كنا طلعناها احنا دلوقتي ودفناها. يعني هو يقول لنا كمان ندفن امتى؟ يعني هيفضل يعرفنا في عيشتنا وفي مماتنا؟ اليوم مسك وزير وهو بينجي ارزف ظباط مباحث ويحدفهم علينا. من الشغل ما بحبش العب معاه، اصله كان بايخ ورخم. الله يرحمك يا استاذ شاهين يا خراط، كان ساكن هنا وكان كل يوم يرن علقه صوته يجيب اخر الحاره، اصله كان بيسرق مانجا من السوق. هو انت عرفت ازاي يا رانيا صحيح؟ صلاح قال لي، وأول ما قال لي قلت له استنى هروح أغير هدومي وأجي معاك على طول. الباقي في حياتك يا حمادة. صلاح ازاي؟ ما أنا يا ما متشكر. شد حيلك يا حمادة، ربنا يخليك يا حبيبي. حمادة تعال أنا عايزك. أيه يا عم دمتي؟ عايزك يا ابني ترون. عايزني في إيه؟ ثواني على طول، مش هتتأخر. تعال. طب معايا ضيوف يا عم دمتي. على طول، مش هتتأخر. تعال يا حبيبي. مش هتأخر ها؟ لا خالص. على إذنك ثواني عشان أشوف هو في إيه. يا حمادة خلي دول معاك. ربنا يخليك يا عم دماطي، مستورة والحمد لله. معلش انت محتاج مصاريف كتيرة، الموت اليومين دول بيكلف كتير يا ابني. انت اتفقت مع الفراشة ولا لسه؟
لا لسه. وليه هو اللي يروح ليتفق مع اي حد مننا يروح مكانه؟ اروح انا؟ لا ما ينفعش يا رفاعي، روح انت توكل على الله. لازم بنفسه يا رفاعي، لازم يشيل مصاريف الجنازة والميتم بنفسه علشان يسلم من كلام اللي يسوى واللي ما يسواش. الأصول كده. للأسف يا فندم كده يبقى سبق السيف العزل. لا عزل دي مش عايز اسمعها يا سامي، انا جايبك هنا عشان عاوز حل. انا عارف ان هانم الصغيرة والهانم والدتها هيزعلوا، لكن الإصرار على إقامة الحفلة دلوقتي يا فندم، سامحني معليك يعني، هيسحب من رصيد سيادتك كتير، خصوصا الوقت دلوقتي حرج. سيادتك فهمني أنا قصدي إيه. هو صحيح المرحومة تبقى بنت عم حضرتك، يعني قرابة من الدرجة الثالثة، لكن المشكلة إن البلد كلها عرفت الخبر، وكمان الصدفة السيئة إن بكرة يوم جمعة. يعني أي وزير أو مسؤول هيقول طيب أهو أصلي الجمعة في نفس الجامع اللي فيه صلاة الجنازة، وهو يبقى صلى الجمعة وجامل سيادتك. يعني مسألة مش هتبقى مشاطرات وتليفونات وبس. سيادتك لازم تاخد قرار بسرعة. أكيد دلوقتي الناس كلها مرتبكين، مش عارفين يلبسوا يروحوا الحفلة ولا يعملوا إيه. بس الموقف مش سيء قوي زي ما سيادتك متخيل، يعني ممكن يكون في جانب إيجابي. إيجابي إيه بس يا سامي؟ هو في أنيل من كده؟ إحنا ممكن نستغل الموقف ده بحيث يكون في صالح معاليك، ويكون سبب في تأصيل شعبية سيادتك، ويبرز في شخصيتك النبل والوفاء والتمسك بالقيم والتقاليد اللي بيقدرها الشعب المصري. إزاي يعني؟ أنا عن نفسي كرئيس تحرير جريدة معارضة طبعاً كنت هتجنب إني أكتب عن الحفلة في الجورنال بتاعي، بس غيري كان هيكتب. لكن دلوقتي كلنا كجرايد حكومة ومعارضة هنكتب عن موقف إنساني نبيل، عن إنسانية وشهامة وزير الداخلية اللي لغى حفلة خطوبة بنته علشان وفاة واحدة قريبته. الشارع المصري يا فندم هيتكلم عن أصالة معدنك، وهيتعاطف إنسانيا مع سيادتك. أنا رأيي من رأي سامي بيه معليك. عباس باشا، سيادتك لازم من دلوقتي تتولى بنفسك وباهتمام شديد كل اجراءات الدفن وسرادق العزاء. يحيى امرني سعادتك. بلغ القوة ان نزل الخليفة اجيب المرحومة. امتى يا فندم؟ دلوقتي. امرك. متشكرين قوي يا سامي. تحت امرك يا فندم. البقاء لله. حياتك الباقية. شد حيلك يا فندم. شد. بقول لك يا صاحبي، هو ايه الدنيا فيها؟ ايه ده يا جدع انت؟ بقاء لله يا معالي الباشا. انا رفاعي لو فاكرني. رفاعي؟ ماتشات الكره الشراب والطيارات اللي ورك ساعه الاعصار. نورت الحاره عباس باشا. بكر الشربيني، شكلك نسيت ايام زمان. بكر السطوح البت صباح. اهلا اهلا. ورا شويه يا شوقي، ورا شويه. امال حماده فين؟ حمادة راح محل الفراشة عشان يجهز المطلوب. جاهز ليه؟ امال انا رحت فين؟ شوقي انجز. اتفضل استريح يا سعادة الباشا. شكرا انا مرتاح كده. يا اختي قمر بقى احلى من زمان. بس وشه منور ازاي؟ والنبي احلى من التلفزيون بكتير يا بابا. الحارة اتغيرت كتير عن زمان.
مفيش حاجة بتفضل على حالها يا باشا. هي مش الست ألطاف ماتت؟ امال جايبين الإسعاف ليه؟ يمكن يقدروا يعملوا له حاجة. وحد الله يا سيد، ما يحييش الموتى إلا الله سبحانه وتعالى. اه صحيح، طب ما تقول له شيخ عبد الحميد. ها؟ لا قول له أنت. الباقية في حياتك يا باشا. حياتك الباقية. قلت الحاج علي الضماطي صاحبك، أكيد ده أنت فاكره يا باشا. لا الحقيقة مش فاكره، الذاكرة بقى. ولا أنا فاكرك يا باشا، بس أنا ليا استفسار صغير. ابن المرحومة لما يجي هنقول له إيه؟ قول له يجي لي على بيتي، المرحومة دلوقتي بقت مسؤوليتي. أيوة بس واجب ننتظره سعادتك، ده هو زمانه جاي. مش هي دي الأصول برضه يا باشا؟ وأنت بقى اللي هتعلمني الأصول؟ ورا سعاد. ورا. كله تمام يا فندم. يلا بينا. عباس يا عباس، ولا يا عباس مش هتيجي تسلم عليا يا ولا عباس؟ انت ولا عباس؟ خليك مكانك يا سيادة العميد. ولا تعالى يا ولا، تعال. اهلا، ازيك يا خاله نعمه؟ يخيبك يا واد، مالك كبر في كده ليه؟ الزمن بقى كده يا قليل القصر، ما تجيش تسال على خالتك نعمه. معلش سامحيني يا خاله، الشغل. هو انت مش دخلت كليه البوليس؟ امال مش لابس ضابط؟ لا يا واد، اوعى تكونوا رفضوك. هيحصل باذن الله. عن اذنك بقى يا خاله، عشان عايزيني في الشغل. استنى يا ولا، خد عد على الفرن، عد عليه وهاتلي هاتلي 5 ترغيفة متقعين. ها خد يا ولا. انت يا ابني شوف الحاجة عاوزة ايه وهاتهولها. يلا ولا يا عباس. يلا انت ماشي يا عباس، خلينا انت ماشي. هتفوز عليا ولا ايه؟ ما تفرش ولا ايه؟ يا فضحتك يا مافي، اقول ايه للناس؟ اقول ايه للناس؟ ما تهدي بقى شويه وكفايه توتر، وبلاش وحياه ابوك الكلمتين اللي انت حافظاهم من تانيه ابتدائي دول وعماله ترطوني بيهم. مش معايا انا كده يا عباس؟ هو ده اللي قدرت عليه؟ لا، والاسم اللي متجوزه وزير الداخليه بقى الاهم. سمي نفسك يا مرفت. الله، كنت عاوزاني اعمل لك ايه يعني؟ قالت 100 مره في تغيير وزير اليومين دول. بعدين تعالي هنا، مين اصلا السبب في المصيبه دي؟ ايوه خليك ماسك لي بقى في البق ده. لا يا حبيبي، المصايب ما بتجيش الا من وراك انت وعائلتك. يا سلام، تعال خدني على مين كمان. مافي من فضلك حاولي تفهميني، العزا ده في وشي وفي وشك زي الحفله بالظبط، نفس المعازيم، بس هيقولك لابسين اسود، نفس الدرجة من الأهمية. ممكن تهدي بقى عشان الوقت بيجري وعايزين نشوف هنعمل ايه؟ ماشي، وريني هتعمل ايه مع الناس اللي تحت. حاضر، اتفضلي انت غيري اللي انت لابساه ده عشان ننزل سوا. طب ادخل الأول لبيري قول لها كلمتين، دي مقهورة قوي، موتت نفسها من العياط. لا ادخلي لها انت، انا هسبقك. ايه؟ والله يا حماده زي ما بقول لك كده، احنا كلنا كده ما كناش نقدر نعمل حاجه. ده ابو سمير قال كلمه واحده خرجوه بره الحرم ناوله من ايد لايد. وبعدين هو قال المرحومه دمه ولحمه وملزومه منه، جايز يعمل باصله ويتكفل بكل حاجه. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم بكر؟ الله، ده انا ابنها. مين اولى، ابنها ولا ابن عمها؟ عندك حق يا حماده، الموضوع ده فيه ان المرحومه تموت عنده وبعدين هو يأخر الدفن ويبعت لك تاخدها ويرجع يرجعها تاني؟ لا، الراجل ده أكيد بيعمل حاجة احنا مش فاهمينها. أنا هروح أجيب أمي. إيه؟ لا إيه ده؟ تعالى بس! استنى يا ابني! ما تروجعش تهام! استر يا رب. فين يا سيد؟ لجنة. خش يا أستاذ سيد، ما تخافش ما تخافش. بالحراسة اللي قدام بيت عباس القط.
انتوا رايحين فين؟ حضرتك احنا رايحين لعباس باشا. عباس باشا مين؟ حضرتك انا اللي كنت موجود النهارده الدوريه، انت مش فاكرني؟ لا مش فاكرك. عايز ايه من عباس باشا؟ بعد اذنك لو تسمح دي مسائل عائليه. طب انزل لي كده، انزلوا لي كلكم. انت معاك ايه؟ انا معايا بوست التفين يا باشا. هي فين؟ انا معيش رخص. صلاح امسك دي. بقول لك ايه يا عم الاسطى، بشويش كده لف وارجع. الف وارجع ازاي ورايا ظابط؟ لما اقول لك لف وارجع تبقى تلف وترجع. احنا مش ارهابيين، احنا مش ارهابيين. انا بتاع الافيون. سيبوه وسيبونا لوحدنا. والناس اللي مسكناهم سعادتك نعمل فيهم ايه؟ سيبوهم. لكن سعادتك دول اعترفوا بمحاولة اغتيال سعادتك. اعترفوا؟ برافو. معلش سيبوهم عشان خاطري، مش هيعملوا كده تاني. اتفضل يا سيادة اللواء. انت عايز ايه تاني يا حمادة؟ مش كفاية الحفلة اللي باظت؟ انا عاوز امي. عاوز امك تعمل بيها ايه؟ انت اللي خدتها تعمل بيها ايه؟ بعمل لها قيمه، واعمل لك انت كمان قيمه يا متخلف. ما عملتلهاش قيمه وهي عايشه، هتعمل لها قيمه وهي ميته؟ انا عاوز امي. ايه متخلف دي؟ شوف بقى ما اقولك، انا مطول بالي عليك. امك ماتت عندي هنا تبقى مسؤوله مني، ولم نفسك لحسن ادفنك قبلها. انت يا حبيبي فاكر ان مامتك موجوده عندنا هنا؟ امال وديتوها فين؟ مامتك في المستشفى. ليه؟ مالها؟ في تلاجة المستشفى يا متخلف. وكمان تلاجة؟ أمي بتكره السقعة يا حمادة. النهاردة الدنيا حر، يعني مامتك لازم تبات في تلاجة. أنا عامل حساب أدفن بدري. ده هيقول لي أدفن برضو. افهم يا هطل، أمك ما بقتش الست ألطاف، أمك بقت بنت عم وزير الداخلية. أيوة يا حمادة، دي هيتعمل لها جنازة محترمة فيها كل أكابر البلد، وزراء وسفراء ورجال اعمال واعضاء مجلس الشعب وشورى وجرانين وتلفزيون ومندوب من رئاسه الجمهوريه. ده اذا ما جاش الرئيس بنفسه يعزف امك. جنازه تاريخيه يا حماده، عمر الطف ما كانت تحلم بيها. ده احنا لغينا الحفله كلها دي مخصوص. حماده، الباشا عايز يكبرك انت ومامتك وسط الناس. وعلى فكره الكلام ده محتاج ترتيبات كتير والوقت بيجري وانت معطل كل حاجه. ها قلت ايه؟ عندك بدلة سودا؟ لا. يبقى لازم نشتري لك فورا بدلة سودا وجزمة سودا وكرافات اسود. ليه؟ ده لبس العزا يا حمادة. ايوه بس الستات عندنا هم اللي بيلبسوا اسود. احنا بقى عندنا الرجالة هم اللي بيلبسوا اسود. عاوز حاجة؟ I'm leaving now. اوكي يا حبيبتي. Take care. ايه ده؟ تعالي هنا. رايحة فين؟ رايحة صارم. دلوقتي؟ ايوه يا عباس، هتسافر هي واصحابها بالطياره، ما تقلقش. مين ده؟ مالكيش دعوه، امشي انتي. مين دي؟ مالكش دعوه. ده وقت السفر؟ ايوه، دي اصلا فكرتي. خليها تهدى وتنسى المصيبه اللي حصلت وتبعد عن الورطه اللي احنا فيها دي. خلونا في المهم. انتوا هتدفنوا المرحومه فين؟ في مقابر الاسره طبعا. وفين مقابر الاسره دي؟ في الغفير. غفير؟ ايه يا عباس؟ ليه مش في ارض اللواء؟ ارض اللواء دي حاجه تانية خالص يا حبيبتي. يعني مقابر الاسره دي مستواها ايه؟ اخر مره رحتها من زمان مش فاكر يعني، بس مش بطاله مش بطاله. طريقه كلامك مش مريحاني يا عباس. احنا لازم نعين المقابر دي حالا، لا تكون مش مناسبه. دلوقتي؟ مضطرين، الحاجات دي مهمه جدا. حماده. تعرف توصلنا لهناك؟ اسف يا فندم، دي المدام. مش وقتها خالص يا بدوي الرنه دي. اقفلي دلوقتي، انا في الشغل.
ليك الأمارت عشان البلنطاين يعني وكده. يا نهار اسود ولا طه. ايه الموزه الجامده قوي دي؟ والد سعادتك مدفون هنا ومعاه عمك سيد وعمك حسنين. اما اوضه الحريم بقى فيها الست والدتك، الست شربات، وخالتك نبويه، وعمتك خلاص محاسن. خلاص خلاص خلاص. ايه يا شوقي مش معقول كده، ورا شويه. عباس عايزاك. نو واي، ما ينفعش ندفن هنا. ليه بس يا مافي؟ انت عارف ليه يا عباس؟ وكتر الكلام ملوش لازمه. ما تعديها، خلينا ندفن ونخلص. طب ادفنها عندنا؟ عندنا فين يا عباس؟ في المدافع بتاعتنا. يا نهار اسود، انت كرف عقلك حاجه؟ عايزني ادفن الطاف جنب ماما الله يرحمها؟ وهل الحته بتاعتكم يبقوا رايحين جايين على المدفن بتاعنا؟ يعني اعمل ايه هنا دلوقتي والساعه عدت 10؟ اتصرف يا معالي وزير الداخليه. حاضر. شاوي شاوي. ايوه يا فندم. انت بعدت عني كده ليه؟ قلت لك ما تبعدش عني. معلش كنت بره فاتحه يا فندم. اطلب لي رئيس الحي. حاضر. باشا يا باشا، ازاي ما عليك يا باشا؟ اهلا يا دكتور، عايزك تشوف لي عندك تربه يكون عليها القيمه كده. عندي يا باشا، موجوده وجاهزه وتحت امرك. سعادتك عايزها فين؟ لا يا باشا ثق فيا، واسعه، محدش دخلها قبل كده، نظيفه. اتنين، ساعة زمن معاليك تأمرني سعادتك. ألف سلامة يا باشا، مع السلامة سعادتك. مش أنتي السلام عليكم يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله، أنت شايل واحدة؟ وإيه اللي في إيدك ده؟ دي بدلة جديدة أهو وجزمة جديدة اشتروها لي علشان اروح بيها العزاء مع الوزير. يعني احنا نتضرب ونتبهدل وانت راجع ببدلة جديدة؟ كنا فاكرينك هترجع بالمرحومة زي ما قلت. يا جماعة افهموني، الراجل نيته طلعت سليمة على فكرة، وقصده خير، ويعني عايز يكرم امي. يكرمها ازاي يعني؟ يعمل لها ماتش اعتزال؟ لا لا يا عم رفاعي، هيعمل لها جنازة محترمة جدا، والجنازة دي هيحضرها وزراء كتير ومهمين ومحافظين والرؤساء بتوع مجلس الشعب، ويعني هتبقى جنازة حلوة يا عم رفاعي. غير كده كمان هو عايز يدفنها في مدافن أبها. ايه الغلط في كده طيب؟ قريبك الوزير عاوز يعمل جنازة للفشخرة والمجاملات، واحنا ما نعرفش نعمل كده. دي جنازة متفابركة ولا مؤاخذة؟ جنازة زي جنازات أفلام السينما، والمرحومة ما كانتش تستاهل كده. هي كانت تستاهل الناس اللي عايشة معاها، هم اللي يشيلوها ويترحموا عليها. كده أهل الحارة مش يقدروا يعملوا الواجب، يعني لا هنحضر عزاء ولا جنازة. الباشا الوزير عايز المتلمعين وشاربين نشا، إنما إحنا ناس على قد حالنا. وحتى لو رحنا نص اللي هيروحوا مش هيرجعوا. يا عم كل المباحث بتوع تنفيذ الأحكام هيكونوا هناك. اسمع يا حمادة، أمك كانت غالية علينا قوي زيك بالظبط ويمكن أكتر. الست ألطاف جمايلها على الكل. الجنازة للميت قبل ما تكون لأهله. شوف كده الجورنال. اتفضل. لأن محدش مات في مصر غير الست ألطاف. رئيس الوزراء والوزراء وأصحاب الشركات بيشاطروا معالي الوزير أحزانه. فين حمادة هنا بقى؟ أهو السطرين دول ودمته. شفت يا حمادة؟ انت صغير جو قد النمن ما وسط الكبار، لكن وانت بين اهلك وناسك كبير قوي.
طب وانا اعمل ايه بقى دلوقتي انا؟ انت صاحب حق وحقك لازم تاخده. بس حماده لوحده ما ينفعش. لازم يكون معاه محامي. وانا اجيب محامي منين السعادة يا استاذ سيد؟ تاهت ولقيناها. المتر عزمت. انا؟ ايوه يا عزمت. بس يا عم يا عزمت ما بقتش محامية. قصدك سايب الشغل بقالي 8 سنين. بس انا محامية وهفضل طول عمري محامية. يا ابني وانا بقول لها تفتح مكتب؟ دي استشارة. حمادة محتاج مساعدة قانونية. يعني صح نروح للغريب؟ بس يا بابا القانون محتاج لياقة ذهنية. وانا مش في الفورمة بقالي فترة. يا ماما! ولا يا كريم! سيبوك يا يونا! ماما! ما مش همشي بيونا! يا كنا بنقول ايه؟ انا محتاجة وقتي عشان استعين لياقتي القانونية. كابتن عصمت، في سؤال بيطرح نفسه، هو الحق معايا ولا مش معايا؟ طبعا معاك يا حمادة، محدش يقدر يسلبك حقك الشرعي والقانوني والدستوري في انك تستعيد والدتك. بس انهي مواد تحديدا في القانون والدستور؟ الحقيقة انا مش متذكرة. كانوا هنا؟ يعني هيكونوا راحوا فين يعني؟ ما تدور معانا يا مجدي. اكون حطيتهم في الكرتونة اللي في البلكونة؟ لو المستشفى رفضت تسليمك والدتك ده تبقى وقعتهم بيضة. هم دول القانون الجنائي والقانون المدني. هاي برافو عليك يا حماده، ناقص بقى نسخه من الدستور. بنت يا شروق، مين اللي قطع الكتاب ده كده؟ اهو تمام كده، يلا بينا. يلا خلي بالك من العيال يا مجدي. اولا مفيش خروج جثث من المستشفى قبل 8:30 الصبح. القانون مش بيقول كده يا استاذ. دي تعليمات المستشفى وملهاش دعوه بالقانون. القانون يمشي على المستشفى وعلى التعليمات الا الحاله دي. مين حضرتك؟ انا الحراسه على جثه المرحومه. وتحرس ليه جثه المرحومه؟ هي ماما كانت نفرتيتي وانا ما اعرفش. دي تعليمات عليا يا فندم. دي امه، هو الوحيد المسؤول عنها بحكم القانون. معاك ما يثبت ان امك؟ ايوه معايا. اتفضل شهاده الميلاد. اسم الام مش واضح، روح طلع بدل تالف الصبح. ده تعنت، المستشفى هتتحاسب عليه كويس جدا. يلا بينا يا حماده، انا عارفه انا هعمل ايه. في حاجه ولا ايه؟ مش فاهم. انت عبيط ايه ده؟ ليه يعني؟ ليه عبيط يعني؟ من فضلك يا حضره النقيب ما تتجوزش. وانت مين؟ عصمت علي الضماطي المحاميه. يعني انتوا جايين الاسم عشان تعملوا محضر في عباس القط؟ ايوه. اللي هو وزير الداخليه؟ ايوه. هو سارق منكم جثه؟ ايوه. من فضلك يا حضره النقيب نفذ القانون. طب وانتوا متوقعين ايه بعد كده؟ ابعت امين شرطه يجيبه ولا ايه؟ والله حضرتك ممكن تشوف القانون بيقول ايه وتعمل زيه. طيب حاضر، انا هعمل لكم محضر في وزير الداخليه، بس بعد اذنكم الموضوع اكبر مني. هعمل تليفون الاول. شاوي ايه؟ هاتوه عندي حالا. صحيح القرايب عقارب، قسما بالله لو كنا في اوروبا لكنت حرقتها واديتها لك شويه تراب ازاز. هدي نفسك يا عباس، خلاص انا عندي الحل. طلباتك ايه يا حماده؟ انا عاوز امي بقى. هتاخدها. هياخدها ازاي يعني؟ بدول. ايه دول؟ الدستور والقانون الجنائي. مين يا ابني اللي دلك على السكه دي؟ خلاص بقى يا عباس، قلت لك هياخدها، اسمعني بس. لا مش قبل ما ادفنها الاول وبعدين ياخدها. حفله وباصل معازيم وتفضوا، كمان الجنازه المتحضره عاوز يبوظها، الناس تقول عليها ايه؟ ايوه فوزي. ايه؟ 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 انت جايب بلطجيه يا سي حماده وبيحاصروا المستشفى؟ دول مش بلطجيه يا عباس بيه، دول اهل حتتك وانت عارفهم كويس. يا سياده اللواء، الاجراءات المعتاده يا سياده اللواء. هو على ايه ده كله بس؟ احنا نحلها ودي، شويه عليك وشويه عليه، وانا عندي الحل اللي يرضي جميع الاطراف. هدي يا معلم،
احنا نعمل الجنازة بحد غيرها. حد غيرها ازاي يعني؟ اي ميتة ربنا كاتب لها الهنا والعز كله. ودي هنجيبها منين ان شاء الله؟ وانت هتغلب يا عباس بيه؟ ده انت تقدر تجيب بدل الواحدة 17. اخرس انت تخرس خالص. اهدى اهدى بس يا عباس واسمعني. انت تجيب اي واحدة من المشرحة ملهاش اهل وخلاص. وانت انت لازم تكون موجود عشان المفروض دي جنازة مامتك وكل الناس المهمة هتواسيك. ها خلاص يا حمادة؟ خلاص يا ست هانم. طب وانا هاخد امي امتى ان شاء الله؟ بعد ما ادفن انا الاول. يلا غور من قدامي. من غير اسوي يا عباس احسن ما يحضرش الجنازه. عنه ما حضر. انا اجيب اي عسكري اوقفه جنبي ياخد العزا مكانه. الحمد لله. عملت ايه يا حمادة؟ بكرة الصبح هروح امثل معاهم تمثيلية. هناخد جثة تانية من المشرحة وهنروح ندفنها. وبعد كده هيبقوا يدوني امي عشان ندفنها. تصبحوا على خير. تمام. ولا قوم اقفل وروح. تصبحوا على خير. السلام عليكم. انت من اهله. حمادة انت جيت؟ اجيب لك تتعشى؟ مليش نفس. مالك يا حمادة؟ مالي؟ ما انا كويس اهو. اياك تكون فاكر انك تقدر تخبي عليا. ده انا امك يا وين. انا عارفه انك زعلان مني وعارفه كمان انت شايفني ازاي. ست بتحب الرجاله وبتتجوز كتير. انا اتجوزت ابوك وانا عندي 19 سنه. بحبه قوي قوي. سابني ومات بعد 7 سنين لاني كنت ارمله وانا لسه في عز شبابي. انا عارفه ان في ستات كتير بتقدر تكمل حياتها من غير راجل بس انا ما قدرتش. هو عيب ان ست تحب تحس انها ست. كل بني ادم عنده نقطة ضعف. وأنا كنت بتجوز بشرع ربنا. عمري ما عملت حاجة تمس سمعتي أو شرفي. كنت عارفة إن عندي راجل لازم يمشي طول عمره وسط الناس رافع راسه. على قد ما قدرت يعني. مش عايزك تاخد على خاطرك مني يا حمادة. صدقني انت اكتر راجل انا حبيته في حياتي. انا رايحه انام بقى. تصبح على خير. ماما انت بقى مش هتبصني؟ على فكرة رانيا بنت حلوة قوي.
نفسي ألحق أشوفها، بس معلش ربنا يجعلها من نصيبه. عايز ايه يا وز؟ سمعت ايه؟ الخبر. قلت اقول لك ان امك دي كانت مزه. ترى ايه يا جدع انت في ايه؟ قصدي ان الست المرحومه دي كان عليها جزء ايه يا جدع انت؟ ما تحترم نفسك يا وز بقى. الله، مش قصدي يا صاحبي، انا ما بعرفش اتكلم. انا كان نفسي يكون عندي ام زي الست امك دي. متشكر يا وزة، سعيكم مشكور. يلا، او حتى اي ام. والسلام. ليه انت ما عندكش ام زينا ولا ايه يا وزة؟ انا هربت من البيت من وانا صغير. ناس بقى قالوا لي ان امك ماتت وما لقوش ليها اهل، دفنوها في المدفن اللي هي السرقة دي. الله يرحمها هي وست امها. الله، بص يا صاحبي. ايه يا وزة في ايه؟ انت لو عايز اي حاجة من ام المنطقة دي قول لي بس. حاضر. حتى الست امك دي كانت. بس يا وزة، بس يا حبيبي، احساسك وصلني. شكر جدا. انا الحرام لو حد ضايقك في ام الدنيا دي تما، شوف وزة هعمل لك ايه. شاي يا استاذ. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا جايين معاك يا حماده. لا يا عم، ده مطل ملوش لزوم. انتوا بس حضروا اسطوان وسبوني على المستشفى. ضايع في حياتك يا استاذ حماده. حد بقى يا وش. مقال يا استاذ حماده. نعم بالله يا مصطفى. تاكس. مش بطال. هو ايه ده اللي مش بطال؟ شكلك. اصل انت النهارده هتقف جنب معالي الوزير، يعني كتفك هيكون في كتفه. شفتوا مصايب الزمن؟ معلش بقى يا ست هانم، دي حاجه مش بايدي. لو كانت بايدي كنت قطعتها. اسمع بقى التعليمات. هو لسه في تعليمات؟ تقف جنب معالي الوزير ساكت، هيسلم عليك وزراء ومسؤولين كبار جدا وشخصيات بارزه، ده كله بالاضافه الى مندوب الرئاسه وكبار العاملين فيها. كل اللي مطلوب منك انك تسلم بادب، ادب ورقه، ومفيش بوس، اوعى تبوس حد. حاضر. حد يقولك الباقيه في حياتك ويبوسك؟ برضو لا. حاضر. اللي هيجي يبوسني هديله بالقلم على وشه. انت بتهزر حضرتك؟ طب اعمل ايه طيب؟ تخرس خالص، تهز راسك وبس. عاوزاك ارستقراطي وكأنك مولود في قصر. اتفضل. انا عملت اللي عليا اهو. مش ناوي بقى تقول لهم سعادتك ادوني امي ولا ايه؟ يحيى كلمهم في المستشفى قول لهم يدوا لامي. حاضر سعادتك. رايح فين؟ رايح اتوضى تاني. اصلا النهارده فطران شكشوكه.
بصراحه كانت عامله لي انتفاخ، وكل شويه تلاقيني عايز اطلع شويه معايا. من فضلك يا سياده النقيب. نقيب؟ في واحد صاحبي بره مش عايزين يدخلوني. عينين يا حماده بيه. خد يا ابني. يا باشا وربنا حماده لا تبعه جوه، وربنا لا تبعه. يا بقى تعال. الراجل ده هو ابن الست اللي في الخشبه جوه، يبقى الواجب بقى هو اللي يقف ياخد عزاها. السلام عليكم. ولا تعال هنا. فكر لي بقى. هتجيب بقى. كله على الله. وانا حاضر. بس أحلى صباح على كل المستمعين، صباح الحب والورد. وكل حب بقول لكم هابي فالنتاينز داي. النهارده اي حد عايز يقول لحبيبه انا بحبك يتصل بينا ويقول له على الهوا. اعترافك بالحب هو احلى هديه ممكن تقدمها لحبيبك. ومعنا اتصال ونقول الو. الو صباح الخير. صباح النور، نتعرف بيك. انا اسمي حماده الفار. اهلا بيكي حماده، تحب توجه رساله الحب النهارده لمين؟ احب اوجهها لثلاثه. اول واحده هي امي الله يرحمها اللي توفت زي النهارده من 5 سنين، وبقول لها مش انا لوحدي اللي كنت بحبك يا ماما. تاني واحده هي مراتي رانيا، اجمل ست في الدنيا ربنا يخليها ليا. والتالته بنتي اللي طلعت نسخه طبق الاصل من جدتها، عشان كده سميناها على اسمها الطف. وجنكي مدمن كل يوم تشد العرفات خلقنا بالكمال.